طاعة أبي بكر وعمر رشد. ارتفعت الشمس في الطريق من خيبر، وبدأت حرارة الجو ترتفع، وانقسم الجيش إلى قسمين لا يرى أحدهما الآخر. نظر القائد صلى الله عليه وسلم إلى من معه من الصحابة وهم في عطش شديد، وتحدث عن البقية فقال: ما ترون الناس صنعوا؟ ثم قال: أصبح الناس فقدوا نبيهم. فقال أبو بكر وعمر: رسول الله بعدكم لم يكن ليخلفكم. وقال الناس: إن رسول الله بين أيديكم، فإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. ويبدو أن الجيش أطاعوا أبا بكر وعمر، فتمهلوا في المسير، فلحق بهم صلى الله عليه وسلم حين التهبت الشمس. يقول أبو قتادة: فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء، وهم يقولون: يا رسول الله، هلكنا، عطشنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا هلك عليكم. ثم قال: أطلقوا لي غمري، أي أعطوني إنائي. ثم طلب من أبي قتادة أن يحضر ميضأته، ودعا ربه، ثم جعل القائد يصب من الميضأة في الإناء، وأبو قتادة يسقيهم. تأمل الصحابة الميضأة فأدركوا أنها لن تكفيهم، فتزاحموا وتكابوا عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أحسنوا الملأ، أي الخلق والعشرة، كلكم سيروى. أيقن الجند بمعجزة ستحدث، فانتظموا وفعلوا ما أمرهم به نبيهم، فسقاهم حتى قال أبو قتادة: حتى ما بقي غيري وغير رسول الله. ثم صب رسول الله فقال: لاشرب. فقلت: لا أشرب حتى تشرب يا رسول الله. فقال: إن ساقي القوم آخرهم شربا. شرب أبو قتادة، ثم شرب قائد الدولة صلى الله عليه وسلم بعد أن ارتوى شعبه وجنده في مشهد عسكري لا تعرفه الأمم. ثم واصلوا مسيرهم حتى نزلوا ببئر أو نبع ماء وهم جامين رواء. نزل الجيش وعسكر واستراح بقية اليوم، ثم واصلوا مسيرهم نحو واد قريب من مدائن صالح يسمى وادي القرى، وله اسم آخر هو قرح. كان واديا مليئا بالحدائق والنخيل واليهود والذكريات. ففي هذا الوادي تم اقتياد سلمان الفارسي عبدا بعدما سرق خاطفوه بقراته وباعوه على أحد اليهود، فظل عنده حتى اشتراه منه يهودي من بني قريظة. وصل الجيش فلم يجد مقاومة من يهود، ونزل القائد صلى الله عليه وسلم، ونزل خادم له اسمه مدعم، فتوجه مدعم نحو ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومد يديه نحو الرحل الذي يجلس عليه صلى الله عليه وسلم، فحل رباطه
وإذا به يفاجأ بأزيز سهم طائش يتجه نحوه فينغرز في جسده. في ظلال السيرة.